موقع فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن جعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون.
حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا فَفَهَّمْنَا
عندنا وذكرى للعابدين.
سبحانك إن فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا صدق الله العظيم.